يبدأ المريء من مؤخرة الفم ويمر عبر الحجاب الحاجز وينتهي في المعدة، يساعد على نقل الطعام الذي يتم بلعه. وسرطان المريء أكثر أنواع السرطان انتشاراً على مستوى العالم، ولكننا لا نعرف عنه الكثير مثل سرطان الثدي أو الرئة، على الرغم من أن له علامات عادية قد لا ندركها إلا بعد انتشار المرض. ووفقاً لما ذكره موقع نيوز ميديكال الطبي، فهناك عدة أعراض لسرطان المريء تعتبر منبهاً ويجب أن نتعرف عليها: ارتجاع الطعام والقيء، ألم الصدر، الاختناق المتكرر الناجم عن عسر البلع، ألم أثناء البلع، حرقة المعدة، القيء المصحوب بالدم في بعض الأحيان، بحة الصوت والسعال، ألم الحلق وعدم الراحة، فقدان الوزن التدريجي والتعب بسبب عدم القدرة على تناول الطعام. العديد من الأعراض المذكورة هي علامات تحدث في مشاكل أقل خطورة مثل عسر الهضم، ومع ذلك ينبغي أن يرى الطبيب الأشخاص الذين يعانون من أعراض نائمة حتى يمكن تحديد سبب الأعراض. ويذكر الأطباء أن مريض سرطان المريء لا يشعر بأعراض ظاهرة في المراحل الباكرة، ومع تطور الحالة وزيادة حجم الورم يسبب تضيقاً في قناة المريء وينجم عنه صعوبة البلع، وهو العرض الأساسي الذي يبدأ بشكل خفيف عند تناول الأطعمة الصلبة ويزداد تدريجياً حتى يشمل شرب السوائل ونقص الشهية وفقدان الوزن والنزف الهضمي الناجم عن تقرح الورم، وبالتالي فقر الدم بسبب نقص الحديد والشعور بآلام في أعلى البطن ومنطقة الصدر. في النهاية يجب أن تحجز موعداً لزيارة الطبيب إذا ظهرت عليك أي علامات أو أعراض مستمرة تثير قلقك.